تنظم حملة كلنا معاك من أجل مصر ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، فلنتابع جزءا منه. معركة في كل المجالات، فنحن أيضا مقبلين على معركة يجب أن ندرك أبعادها، ويجب أن يرى العالم كلمتنا كلمة فصل لا خلاف فيها. يجب أن يرى العالم أن كلمة مصر وإجماع مصر خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إجماع لا مراء فيه، فهو إجماع وطني شريف. نعم لاستكمال ما بدأناه معا، نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. عملت الحملة على مدار الشهور الماضية بشكل مكثف من خلال تنظيم دقيق على تشكيل الهيكل الكامل لها حتى أصغر قرية في محافظة الشرقية، ولشرح وتوضيح التحديات التي كانت أو التي قابلت الدولة المصرية، قامت بها الحملة في جميع ربوع محافظة الشرقية، وحثت على المشاركة الإيجابية والنزول إلى التصويت في الانتخابات. وعلى لسان جميع أعضاء الحملة، سوف نواصل العمل ليل نهار، على أن يذهب الجميع أمام الصناديق الانتخابية حتى نبعث برسالة إلى العالم كله بأن الشعب المصري يقف خلف هذه البلدة في يقظة وفي حب تام. وفي نهاية كلمتي أشكر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، وأخص بالشكر المهندس المحترم المهندس محمد حلمي رئيس مجموعة مصر الحجاز على دعمه وجهده في حملة كلنا معاك من أجل مصر، ويسمح لي إن أنا أقدم له درع يعني هو بسيط على حضرته، لكنه يعني حاجة من حملة كلنا معاك من أجل مصر، فليتفضل مشكورا وشكرا لحضراتكم. لا انا بتكلم عن الجهاز بتاعك، فين الكلمات اللي عايز يعمل حاجه اعملها؟ نشكر الاستاذ الدكتور محمد سليم ومسؤول عام جمعيه من اجل مصر، حمله من اجل مصر ومحافظه الشرقيه. والآن مع كلمة الأستاذ أيمن رضا منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالعاشر من رمضان وأمين عام جمعية المستثمرين بالعاشر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، سعدنا أن نجتمع اليوم في أرض الخير قاطرة الصناعة بوابة التنمية، مدينة تحمل الاسم الأسمى في تاريخ مصر المعاصر، مدينة العاشر من رمضان، وفي مناسبة هامة وجليلة وهي دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. وفي البداية نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لجمعية من أجل مصر ومجلس إدارتها، السيد المهندس المنسق العام للجمعية بالعاشر من رمضان على التنظيم الأمثل والحرفي لهذا المؤتمر الحاشد وحفاوة الاستقبال. وكذلك نسطر بحروف من ذهب وكلمات من نور الجهود الصادقة والدؤوبة لحملة كلنا معاك من أجل مصر والقائمين عليها والذين طافوا كافة ربوع مصر من المحافظات والمراكز والقرى والشيخات
وتواصلوا مع كافة المواطنين تحت شعار واحد ورسالة هادفة، وهي تأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة الرئاسية الثانية. سادة الحضور الكرام، نتقدم بالشكر أيضا لكافة الجهات والهيئات التي شاركت في هذا المؤتمر، ونخص جمعية المستثمرين وجهاز المدينة واتحاد نقابات عمال العاشر والشركات والمصانع والإدارات الحكومية وأبنائنا من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات. سادة الحضور الكرام، لقد مرت مصر الغالية من سنوات قريبة بمرحلة صعبة وحرجة للغاية، فتفرق المصريون وصنفوا بين مؤيد ومعارض، وأريقت دماء المصريين، واقتتل البعض، وتوقفت عجلة التنمية، وتراجعت للخلف، وتهدد الوطن بفقدان هويته، وتدخل العابثون من الداخل والخارج في شؤون مصر من أجل زعزعة استقراره والنيل من وحدته وأمنه. وجاء فارس من خريج العسكرية المصرية واختار الصعب بل المستحيل من أجل مصر، ونسى نفسه وأسرته وحياته ومستقبله الشخصي، بل كانت قبلته هدف منشود هي مصر وأمنها واستقرارها وإعادتها إلى المصريين وبتر أيادي العابثين ووأد الفتنة وواجه الإرهاب بتفويض من الشعب وبجهود القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال. حقق المستحيل وقاد مسيرة التنمية وقاد حرب شرسة ضد الإرهاب حتى تحقق النصر لمصر والمصريين. إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فخر العرب ومجد المصريين، أحب مصر وعشقه المصريين. وكان قدر هذا الرجل هو مواجهة الصعاب بتحمل المهام الجسيمة والتحديات الكبيرة. وبعد ترشحه لفترة الرئاسة الثانية لم يتوقف عن العمل والمثابرة أو إعلان برامج انتخابية، وإنما قاد عملية عسكرية شاملة وهي سيناء 2018 بجهود القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية ومساندة الشعب المصري الأبي. إن إنجازات هذا القائد خلال فترة رئاسته الأولى تزكيه للفوز باستحقاق بفترة رئاسية ثانية، ولكن ليس هذا هو الهدف الرئيسي، إنما الهدف الحقيقي هو الحشد الهائل والتواجد بكثافة أمام صناديق الانتخابات لتوجيه رسالة للعالم أجمع بالحب والتناغم بين المواطنين ورئيسهم، وتكون أيام الانتخابات هي أيام الوفاء من شعب ومواطنين شرفاء لرجل أعطى بأمانة وقدم انبعاثاء لهذا الوطن. وأخيرا نؤيد ونبارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ومن أجله تحشد الهمم ويتكاتف الجميع من أجل هذا القائد العظيم الذي سيحقق آمال وطموح المصريين. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مع كلمة الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر الحجاز ورئيس مجلس أمناء مدينة العاشر فليتفضل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل العاشر الكرام، أهل هذه الأرض الطيبة، أهل البركة، هذه الأرض الذي صنعت الأبطال أو خرج منها الأبطال، ابننا مدحت شهاب ذكر الشهيد أحمد المنسي، ولكن العاشر أخرجت الشهيد أحمد المنسي وأخرجت أستاذه الذي هو قال عن الشهيد أحمد الدرديري ومن الشرطة العميد علاء عبد اللطيف، كلهم نماذج، كلهم رجال كانوا من بذرة طيبة وكملت في هذه المدينة الطيبة.
أرجو أن أتحدث من القلب قليلا. سبقني كثيرا من هم أقدر مني على الكلام في رأيهم مع السيد الرئيس، ولكني سأمس نقطتين. نقطة ما فعلوا، ونقطة أخرى ما واجبنا إذا كنا مخلصين. وإذا كنا نحضر الآن في هذا الجمع الكريم في الجو الحار، أظن لا يجبرنا إلا ما نؤمن به بداخلنا. عندما ننظر لمستقبل لتاريخ مصر، أرجو هما 3 دقايق بس كده نتكلم ونسمع بعض عشان نطلع من الموضوع، عشان أقدر جهدكم وأقدر وقتكم. نقطتين مهمتين تبني الأوطان بجانب كل شيء. الصحة والتعليم. هتكلم على نقطة الصحة، الأهل العاشر، لأنني حاسس بالعاشر.